السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى: أقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فالناس في غفلة شديدة ورقدة عظيمة في هذه الأيام، أيام يعني قال الله سبحانه وتعالى عنها: فقد جاء أشراطها، أي أشراط الساعة وعلامات الساعة. فالناس في غفلة، منهم من يغفل عن صلة الأرحام، الناس في غفلة، منهم من يستمع إلى الغناء، الناس في غفلة، منهم من يغفل عن صلاة الفجر، الناس في غفلة، منهم من يتكالب على الدنيا ويظلم الجيران، الناس في غفلة، ومنهم من يأكل حقوق المستضعفين في كل مكان، الناس في غفلة، فمنهم من يغفل ويغتاب وينم ويكون من أصحاب الغيبة والنميمة. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الغيبة والنميمة فقال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس في من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام ويأتي ولكنه ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات من ظلمهم ثم أمر به فطرح في النار. أنا عايز أقول لكم: إياكم والغفلة، فهي تؤدي بالإنسان إلى الشر. أسأل الله أن يجينا وإياكم من الغفلة، والسلام عليكم ورحمة الله.